وصف المشاركون في ورشة التطوير العقاري ومستقبل السكن القوانين واللوائح المعمول بها في التطوير العقاري بأنها غير مواكبة ولا تشجع على الاستثمار العقاري في ظل التوقعات بقدوم استثمارات في فترة ما بعد الثورة. وقال مدير صندوق الإسكان والتعمير الخلوط الشريف خلال الورشة التي نظمتها ولاية الخرطوم إن الدولة بميزانيتها المحدودة لا تستطيع تمويل مشروعات الإسكان بأنماطها المختلفة نظرا لارتفاع تكلفة البناء. وأشار الخلوطي إلى التفاهمات مع بنك السودان المركزي لإيجاد صيغ تمويلية طويلة الأجل تناسب تمويل العقاري وتمكن المطور والمواطن من سداده على فترة طويلة، لافتا إلى أن الإقبال الكبير على منازل صندوق الإسكان يتطلب توفير التمويل والأراضي للصندوق حتى يتمكن من التوسع في المشروعات الجديدة والاتجاه نحو إقامة مدن سكنية تتوفر فيها كل الخدمات. الورشة حقيقة واحدة من المحاور الرئيسية جداً انه من يقوم بعمليه الاستثمار والطريق والاستثمار والتطوير العقاري، هل هي الدوله؟ هل هو القطاع الخاص؟ وماذا مطلوب في انه نحن نحلحل قضايا هذا القطاع الاستراتيجي؟ الدوله من غير شك هي مجرد ريجوليتر، هي جست منظم لهذا القطاع. يغادر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اليوم إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة التي تنطلق الاثنين المقبل لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث في حضور مراقبين من أمريكا والبنك الدولي. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي للاجتماعين السابقين بكل من أديس أبابا والقاهرة. أكد الوزير في تنوير بالوزارة اهتمام السودان بضمان الوصول إلى اتفاق يستلهم قوانين المياه الدولية التي تراعي الاستغلال المنصف والعادل دون إلحاق ضرر بالآخر. واستعرض الوزير سيناريوهات المقترحات التي قدمها وفد السودان بشأن التشغيل والملء والتي تحفظ حقوق السودان المائية وتراعي اهتمامات دولتي إثيوبيا ومصر.